نفى المدير العام لمؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن وجود محطات تبيع محروقات غير صالحة للمركبات، وقال الزبن إن نسبة الكبريت في الديزل الجديد يورو 5 لا تتجاوز 5%، مما يزيد كثافته ويساهم في تقليل المسافة المقطوعة للمركبات. وأضاف أن ديزل يورو 5 يحمي سائقي الكبريت من الضرر بسبب الانبعاثات التي تخرج من المركبة، وأكد أنه لا يسمح للديزل الدخول إلى المملكة إذا تجاوزت نسبة الكبريت فيه 5%، مبينا أنه تم الاشتراط على القاعدة الفنية في المواصفات والمقاييس بمنع بيع ديزل بداخله كبريت بنسبة تتجاوز 5%، وأن يعاد لتكراره وتخفيض نسبة الكبريت. وأشار الزبن إلى أنه لم يتم استيراد ديزل بداخله كبريت مرتفع منذ شهر أيار الماضي.